مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حلقة أخرى، حلقة جديدة من حلقة كوزينتنا. هكا اليوم حلقة بو سبيسيال، معنا زوج الشيفان في الكوزينة باش نحتفلوا مع بعض، باش نوجد لكم أحلى وأبن الأطباق. هاد الحلقة نقول لكم صحة رمضان كل كاع الجزائريين وكاع خوتنا نسمع لكل المغرب العربي، إن شاء الله تصوموا بالصحة ولهنا، وإن شاء الله العام الجاي يرجع لنا ويلقانا بألف خير والصحة وعافية. معنا اليوم زوج شيفان تاعنا، شيف أمين وشيف نصر الدين. اليوم باش نبداو الحلقة الأولى من الحلقات العشر أيام الأخرانيين نتاع رمضان. شيف أمين، الزول فلاه؟ الزول فلاه ما رازي با، الزول أف أوكي، يدي تخزر يدي توالي يدي توالي فوالا. قناة نسمة، نقول لهم مساء الخير ومرحبا بكم وكل عام وانتم بخير. اليوم أنا تلمينا كاع، تلمينا نديروا عرس اليوم بيان سور 10 أيام الأخرين لازم حبينا حتى الكوزينة لازم تكون تتعمر الأيامات الأخرانيين. إي كومون بيان سور 10 أيام الأخرين على بالنا السيدات يبداوا يفقدوا هذيك تاع يبداوا يروح لهم باش يطيبوه. ألو رحنا رانا هنا نعاونوا. واش حضرتي مالا اليوم شيف أمين؟ اليوم المنيو تاعنا راح يكون فيه ميلفاي تاع لي زوبرجين مع الفيون داشي هذا كومون تخي فوالا. اما لو بلا برينسيبال تحبي لي كاي رزيقه؟ شكون ما يحبش لي كاي؟ نصر الدين ما يحبهمش اللي هما السمان، طائر السمان. حنديروا لي كاي نرفقوهم بلينوي تاعنا بيان سور كوم بلا برينسيبال. اي لو ديسير انت راح دير انا لونتخي مع المهمه تاعك اليوم، راح دير لونتخي نتاعك والطبق الرئيسي فوالا. نصر الدين الزول، واش راكي اختي رزيقه؟ صحه رمضانك. صحه رمضانك، لاباس راكي بخير؟ اليوم صافا راكم في زوج الحمد لله ما شاء الله. لا لا ما شاء الله، لا لا ان شاء الله نفرحوكم. لو ديسير راح يعمله لنا اليوم شيف نصر الدين. هاي واش حضرت اليوم؟ عندنا مقروط العسل اللي لازم يكون مقروط العسل سوا في رمضان، ولازم مقروط العسل في ايام العيد لازم يكون حاضر في الطابله تاع الجزائريه. نسموه سلطان الميدة. سلطان الميدة، الميدة. نعم راح ديروا لازم يكون حاضر في الطابله تاع الجزائريه. نسموه سلطان الميدة. سلطان الميدة، الميدة. نعم راح ديروا باللوز ولا بالجوز؟ نعم راح نديروا باللوز ان شاء الله. وعندنا توجور نوري لكم هكا كالعاده، عندك طريقتك. الطريقه تاعنا التوش تاعنا لازم نوريوها لكم ان شاء الله مع الخير. يعطيك الصحة. إما لا نروح ونبدأ ونشوفوا لي زانغريديون اللي نسحقوهم مع زوج الشيفان في لونتخي وفي لو بلا برينسيبال وفي لو ديسير. لي زانغريديون تاع لونتخي تاع حلقة اليوم اللي هي لونتخي تاع شيف أمين، واش نسحقوا في الميلفي دوبرجين؟ ميلفي دوبرجين بلا فيون داشي. نسحقوا زوج حبات اوبرجين. فوالا زوج حبات اوبرجين. عندنا بيرسيل نص بوكي، نص معدنوس نقطعوها صغير. فوالا عندي زوج حبات بصل، تكون حبه كبيره وحده متوسطه. اهي وعندي لا فيون داشي، شويه فيون داشي بيان سور. عندي الثوم وعندي الكركم، ونستعمل الفلفل الكحل والملح. دائما نعرفوا باللي لازم نستعملوا الفلفل الكحل والملح. هذوما لي زانغريديون تاع لونتخي. لونتخي تاعنا ولا سويت للطبق الرئيسي هو الطائر السمان ولا ليكاي. ليكاي ندير فيه ليكاي هنا على حساب عدد العائله بيان سور. اذا كنا 12 نديروا 12 كل واحد على حساب ولا 14 كيما العائله تاع ناصر. 16 واحد تبازم تشي 16. هذه ما على باليش بلي عندهم 16. الله يبارك. احنا غير خمسه برك. اها بصل عندنا ثلاث حبات بصل، عندنا الكريم فريش، عندنا ايضا راس الحانوت، عندي زبيب وعندي الثوم وعندي وعندك الثوم. دونك هذا هو الطبق الرئيسي. وراح نستعمل الطبق الرئيسي راح يكون مرافق بلينوي. نرفقوه بلينوي بعد نشوفوا نروحوا نشوفوا جانا نصر الدين نشوفوا راح يحل لنا القعده. تحليه نصر الدين واش عندك؟ عندنا اليوم مقروض العسل اللي قلنا عليه، عندنا 3 ميزور تاع سميد يكون خشين. يكون خشين. خشين نعم. اون ميزور تاع سمن يما. سمن يما نعم. وعندنا ملح، شويه تاع سكر، وما زهر بيان سور. وما زهر ولوز ملحي هذاك. هذه لا فارس تاعو اللي عندنا لوز ملحي. ايه وعندي سكر كريستاليزي ونطموه بالماء زهر. نطموه بالماء زهر نتاعنا ما زهر السفره. والعسل في العسل عندنا ننعسلوه وعندنا الزيت تاع القليان. نروح نشوفوا يبدا شيف امين. نشوفوا نبداو بلونتخي نتاعنا اللي هي ميلفي اوبرجين اوبرجين بلا فيون داشي. اه نبداو مالا شيف نزيد نعطي لك. نبداو اول حاجه نبداو بها نبداو بلا مارغارين نتاعنا. مارغارين سول 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 مارغارينا سول سول شحال بنينه سول. اول مارغارين في الجزائر اللي تلقاو كل بواطه عندها هذه لو تيكي روج هذايا غير مهدرجه اللي هي سمن
كاين سمن يما وكاين لا مارغارين هذه 100% طبيعيه وخفيفه، وعندنا ثاني اوميغالين تلقاو بواطه بلو اللي فيها بلا الملح سونسيل، وكاين لا بواط اورانج اللي بالملح. نبداو بسول شيف. فوالا اول حاجه نديرو سول، عندنا اون كويير اون بوا، نحطو سول ومن بعد نحطو فيونداشي شيف. لا لا راح نقلي قبل البصل تاعنا، نقطع نخليك تقطع البصل فوالا، ونقطعو لوبيرجين والمعدنوس راهو مقطع وفيونداشي حاضرة. هذه كي نستعمل كي نسحقها نزيد نقول لك عليها. مازال نصر الدين بسم الله باش نبداو كيف كيف. عندي سمن يما، نبداو بسمن يما. كما قلنا لكم مجموعه صول ما نستغناوش عليها في الكوزينه طيله هذا الشهر رمضان على العام كامل. نبداو بسمن نتاعنا سمن يما. بسم الله. في المقروط شاف نديرو بزاف سمن، لازم سمن وهذه السمن نتاعنا خفيفه قد ما نكثروا منها ما نخافوش. حتى الناس اللي عندهم كوليسترول ما ياكلوش المسمن، ما تخافوش من سمن يما. نبداو نقطعوا البصل شيف. هنا يا نقص شويه على النار على خاطر لا مارغارين نتاعنا خفيفه. فوالا وما ننساوش في الفرن نتاعنا الفرن كوندور. البصل نقطعه طويل. ها نقطعوه كيما تشكشوكه. فوالا شيف بعد ما سمن دابلي ذاب نبداو لا بريباراسيون. هذه هنا لا بريباراسيون تاعنا اللي هي السميد يكون شويه يكون خشين، يكون خشين 3 ميزور تاع السميد يكون خشين. كاين اللي يعيطوا له الشيشه. شويه تاع السكر. حنا كان يكون السكر بزاف اخت رزيقه يجينا احمر، وانا نسحقه يكون دوري. ايه نديروا شويه السكر، شويه تاع السكر في السميد. سميد وعندي شويه تاع الملح باش ما يجيش معصط، لازم نحطوا شويه ملح. نخدموه مليح. فوالا هنا خلينا نقلي البصل نخليوه يدبال. لوبسيون تاعنا سي كنسحقوا البصل مدبال طايح شويه. فوالا نقصوه نار قليله. درك هذيك نروحوا حاجه دوزيام اللي هي لا فيون داشي نوجدوها. لا فيون داشي تاعنا واش نديروا لها؟ ندو ان ريسيبيون. نمسح لك هذيك شيف، عندنا الورق وفاء نتاعنا اللي رافقنا ديما في الكوزينه، كاين انواع واشكال. هنا عندي لمينا السميد نتاعنا. دونك درنا سميد 3 ميزور تاع سميد، 1 ميزور تاع سمن، شويه تاع الملح وشويه تاع السكر. اخت رزيقه نخدمها مليح نعرفها باللي جيني حتى السمن يدخل لداخل الحشو نتاعنا اللي سميد الخشين، ونلموه بالمزهر. نغطيه ونخليه. نغطيوه. كاين اللي يخليه يبات الاخت رزيقه هكذا يوجدوا يخليه يبات. علاش يبات؟ باش السميد يتنفخ ويشرب السمن ديالو باش ما يتفتتش. بارك الله فيك. دونك هذه هي لازم كي ديروا المقروط ديروه نهار مقبل، نخليو السميد نتاعنا يشرب السمن ويبات. دونك نغطيوه شاف. نغطيوه. ونخليوه. نغطيوه بالورق نتاعنا، ورق فيلم تاع وفاء لمجموعة وفاء. دارت مجموعة أوراق، كاين بابي فيلم وكاين ألمنيوم وكاين بابي كويسون وكاين لي بواط ألمنيوم. دونك نخليوه ماشي في الفريجيدير شيخ، على برا نخليوه هنايا على برا. نصر الدين اللوز ديالنا. اللوز هي العقدة. العقدة عندنا 3 كيلا تاع اللوز لافارس يعني. لافارس نعم. كيلا تاع السكر، نرحيو اللوز مع السكر مليح الاخت رزيقه باش دي فوا كي نقليو لافارس منها ومنها تجيني محروقه. لازم السكر ما يكونش خشين، لازم يكون مرحي مع اللوز دوزيام فوا. السكر نرحيوه، لازم يكون كومين بودغ. كومين بودغ. ونرحيو اللوز. عندي اللوز. اللوز نتاعنا نرحيوه في الميكسور نتاعنا، الميكسور كوندور. كما شفتوه شباب وكاين الوان، تقدر تخير اللون اللي يعجبك واللي يوالم الكوزينه نتاعك. مجموعه كوندو فرحت بنا هذا العام يعطيها الصحه. كما تشوفوا لي بيترا كاين الانوان، كاين دي روبو، كاين فريجيدير. الكوزين تي غار ايكيبي بكوندو ما شاء الله. دوك نولي شويه للشيف امين وين الحال. كما راكي تشوفي البصل تاعنا عندها اون كولور وراه دبال.
لازم يكون هذا اللون دوري. فوالا باسكو حنكونسوميوه هكا يروح قبل الدريساج. ما يعاودش يطيب. هذه هو الطياب تاعو. هذا هو الطياب فوالا. داكوغ. هنايا نقدر ندير له ثاني عندنا لي كوب تاع شيف. داخل هاك نعطيلك منه شيف. اوكي. كوب شيف نتاعنا اللي عنده كوب شيف عمرو ما يخاف. كاين كاع الاذواق، كاين تاع الخروف وكاين لو بولي اللي هما كوب شيف بنان بزاف، وخاصه شيف على بالك هذوما زيرو ماتيير غراس وفيهم لي زيبيس، دونك كل حاجه تحطوها في الماكله تزيدوا ان كوب شيف يزيد البنه. وين نحطوهم؟ هذا نديروه مع البصل. مع البصل. خيرنا تاع اللحم على خاطر عندنا اللحم فيونداشي، ما نقدروش نخلطوا اللحم والدجاج، والبصل نتاعنا ما عندوش لحم، دونك نعوضوه بكوب شيف. لا فيونداشي تاعنا واش نسحقوا فيها؟ عندنا شويه فلفل كحل. شويه ملح. بيان سور، بلا ما نساو الملح. اها. سي بون. نخلطوا كلش مع بعض. وزيد لها شويه تاع معدنوس. شويه معدنوس اللي قطعناه. فوالا. هنا مالفين حنايا في لافيون داشي نديروا البصل. مي هنايا البصل قليته وحده. يقعد وحده. فوالا. دوك هنايا لافيون داشي نقليها وحدها. نخلي كيمالا تخدمها مليح مع المعدنوس ونقليوها دي بولات نعملوها. دي بولات فوالا سيدي. دوك نشوفوا كيفاش نشكلوها. نخليك تدير لافيون داشي. نروح نصر الدين. اهلا اخت رزيقه. عندنا لافارس ديالنا قلنا لي 3 كيلات تاع اللوز. كيلة تاع السكر. وكيلة تاع السكر. نحيناهم مليح مليح في الميكسور نتاعنا كوندور. نعم. عندي نزيد لهم شوية تاع المزهر. شوية مزهر. مزهر نتاعنا مزهر السفرة من مجموعة السفرة. عندنا هذا المزهر بزاف بنين وخفيف، مش كيما المزهر اللي مستنسين نديروه اللي عندهم هكا يجي قاسح شوية، هذا خفيف وبنين. لازم في المقروط تستعملوا مزهر السفرة. نديروا المزهر حتى ينطمنا. نلموا الحشو نتاعنا اللي فيه السكر واللوز مرحي، نلموه بالمزهر. نقدروا نعرف بلي المقروط تاعي رايح يطول، واش ندير له؟ نقدر نزيد له شويه تاع السمن في لافارس. السمن. نعم. نحطوا مغرفه سمن تاع سمن يما. بعد شف لمينا لافارس. نجيب لك جيبي لي هذاك المقروط تاعي. المقروط اللي شمخناه. نصر الدين هاك. هذا يا لافارس. ومن بعد في الاخر هنا راهو بعد ما يبات لنا المقروط تاعنا ولا يريح لنا واحد ساعه حتى زوج سوايع مليح. هنا عندي نبدا ندير المزهر الاخت رزيقه. المزهر نديروه من الاخر ما نشوفوش من الاول كي نخليوه يرتاح. نعم. نخلي كيما نصر الدين بالمزهر نشكل العجينه شويه. نعم. نشكلوا العجينه. امين. هنا كنت حاجة سي بون. هنا كنت وجدت الفيون داشي تاعنا كيما درناها بهذه الطريقة. اكزاكتومون، حاجة سهلة. هنا نسخنوا المقلاة تاعنا، بعدها نديروا لها شوية تاع الزيت ونقليوهم. فوالا، نزيدوا شوية لوطون يتسخن شوية برك الزيت ونبداو نقليوهم. أو ميم طون نوجد لي زوبرجين تاوعي. مازال لي زوبرجين باش نقطعوهم. لي زوبرجين نزيدو نقليوهم. وي كلشي يتقلى في الزيت. فوالا نسبق في اللحم نقليه باسكو علاه ومن بعد نسحق. قطع لوبرجين نعاونك انا شاف. الزيت سخنات نقليو فيون داشي. شتي لاستوس كي درنا المقله تسخن الزيت ما طولش باش لازم تسخن قبل المقله. المقله دو بريفيرونس الزيت. فوالا كل عادة كل حاجة نخرجها من الزيت لازم نحط الورق نتاعي، ورق وفاء. ورق وفاء اللي معروف يمس لدام بالخف. وكاين ألوان وأشكال اللي تحبوا اللي يوالم الكوزينة نتاعك وطابلة نتاعك. نقلبهم. ونحطوهم مباشرة في الورق نتاعنا، ورق وفاء. والزيت نقدروا نزيدوا لها شويه سمن شافه، سمن يما. بيان سور الزيت نزيدوا شويه. بيان سور. درك هنايا ندير شويه ملح.
ونعمل شويه فلفل كحل. اها فوالا ندير شويه تاع الزيت. ما نقليوهمش هكاك ديريكتومون. دوك تشوفي كيفاش رايحين بالطريقه بالبانسو فوالا هكا شويه ونشعلوا النار وميم طون نزيد نشعل النار ونقصلها ونقليوهم نقليوهم كيما قلينا الفيونداشي كيما قلينا لافيونداشي كيما قلينا لافيونداشي. نخليك شاف تقلي لوبرجين نتاعك فوالا. نروح نشوف المقروط. عندي الحق المقروط تاع شيف. المقروط اختي لطيفه نعرفوا بلي نحبس له الماء كي نعمل اون بول هكا بصح ما نديرولوش كاع الماء شيف ما نديرولوش الماء غير الماء صافي. الماء يبس المقروط هذه استوس مليحه على خاطر انا نعرف كاين بزاف ناس اللي كيشمخوا لاباط نتاع المقروط يلموها بالماء يلموها بالماء صافي يديروها الماء صافي. حنا قلنا كي نبدا ندورو هكذا على حسب الكاميرا تجيني مطمومه مليحه ملمومة ما تتفتتش. حنا ديفوا يشرب منا في الدريساج نوري لكم كيفاش كي نزيدوا نقدروا شويه تاع الماء والا ما دوكا نبداو نديروا في المقروطات باذن الله. هذا كلوز في الاخر نوريو كيفاش نشبحوا بهم المقروط والعسل في الاخر باش نعسلوا. بارك الله فيك. عندي لافاخس ديالي لابوزيت المقروط تاعي باش لاباط ما تتحلش بزاف دونك تسيسوا عليه نسيسوا عليه وتكون هكا طريه. انا عمي طريه شاف نقليو لوبرجين زيت زيت سخنت. نعطي لك طبسي باش نحطوا لوبرجين. هاي نصر الدين. أيوة بسم الله تاع اللوز شوفوا كش نديرها. اها من قدها ونبدا نغلق. لازم نغلق بزاف الحربوش لاباط باش لافارس ما تخرجش. بارك الله فيك. هنا واش عندي؟ عندي اون اسيت عندي شويه تاع المزهر. مزهر نتاعنا مزهر يدي السفرة. في المزهر ونبدا نفاصوني. حنا الناس العاصمه ياكلوا الحبه تاع المقروط لازم تكون شويه كبيره اختي رزيقه. ماشي كيما نقول لك حاجه في تونس انا عندي حبابي في تونس بزاف كي جاوا لدزاير شافوا المقروط نتاعنا قالوا لي كيفاش انتم المقروط تاعنا كبير كلكم علاش؟ احنا كانوا ناس زمان في دزاير عيب كي تروح العرس تلقى مقروط صغير يقول لك شحاو علينا ولا دونك احنا على بها ولات هكاك التقاليد نتاعنا ولو كل حاجه ماشي غير المقروط شاف كلش خاصك لي غاتو تراديسيونيل نتاعنا كيراك وكل تجي كبير. احنا عندنا هنا دو دوا ايدمي شوفوا الاخت رزيقه يحب يقصوا صغير مقرونات هكا صغار كيما خاوتنا التوانسه اللي راهم يشوفوا هما مستنسين مقروط نتاعهم شفتوا بزاف شباب تاني هكا صغيور قطعوه صغير. نخليك شاف تكمل امال المقروط نتاعك حبه بحبه. هنروحوا الامين فوالا انا كملت وين حوالك امين سي بون كملنا قلينا الباذنجان على بها واسمه ملفوي دوبرجين على خاطر عندنا البصل وعندنا فيونداشي وعندنا باذنجان باذنجان دونك نشوفوا الطريقه كيفاش نحضروا الملفوي نتاعنا. نبداو الطريقه كيفاش ندريسيو الملفوي نتاعنا. ناخذوا اون سيباراتان نبداو لاكوش الاولى نبداو نحطوا لي زوبرجين تاعنا لي زوبرجين بهذا الشكل نديروا اون كوش وحده فوالا. بعدها ناخذوا نزيدوا البصل بصل البصل اللي قطعناه بالطول ولازم يحمر هكا شويه نخليوه كاراميليزي لا كولور تاعو تكون كيما الكراميل فوالا. وفي الاخر نزيدو لا فيونداشي تاعنا. لا فيونداشي هو طبق صحي اون بليس لوبرجين مليح ولا فيوند والبصل نزيدو لا كوش نتاع البصل من الفوق. باين عليه طبق مليح لونطخي تاعنا هايله. اللي يحبها بيان سور اللي يحب لي زوبرجين. نصر الدين راهو اسمع نصر الدين راهم كونسونطخي عليها حير وقت شي اذن باش ياكلها. تهلا في المقروط نتاعك دوك نجيو نشوفوا. انا دوك عندي الشكل ثاني. انت اليوم المهمه نتاعك الحلو. نعم. في حلقه اخرى باش نشوفوا الاطباق نتاعك جديده. نحلو بالعقل المول نتاعنا. بالعقل برك. هاي ليك. تخي بيان. فوالا. دونك هاتيك عندنا اون توش تاع فيغسيل
كل عادة اللي توش الخرانيين نتاع لي شيف نتاعنا ديما في الاخر عندهم هكا حاجات برافو شيف اون اتوندون نروحو نشوفو نشوفو لو بلا تاعنا لو بلا ترو فاسيل تاعني ماشي حي الحاجه الاولى انت توجديها معليش على الوجد لا لا زوج شيف على الوجد توجدي لي حاجه اللي هي على بالي بيان سور اكيد شيف نصر الدين نعم المقروطات نتاعك واجدين هنايا شابين يبس لي شويه الاخت لطيقه واش نديرو كل مره يبس لي نشف لي لازم ندير شويه يدي بالمزهر ونعاودو نلمو لاباط بارك الله فيك ما لازيد ديرناها كمل هذوما انا واش عندي عندي الشكل الثاني اللي هو مقروط تبدل الشكل واحد اخر تاع المغرفه اسمه مقروط المغرفه مقروط المغرفه باش نكتشفوا اليوم معاكم حاجه جديده شوفوا برك الطريقه كيفاش المقروطه الاولى نتاع المغرفه عندي مقروط ندير له اللوز لداخل نغلق عليه مليح جوغ اون بول اون بول نبوليه مليح اخت لطيقه كي نبوليه ندير شويه مزهر في يدي بصح هنا لازم يلعب دور السميد مليح الاخت لطيقه السميد لازم نخيرو السميد المليح اللي هو سميد يكون خشين خشين ونشوفو بلي يكون صفر عندي اون كويير شوفو نحكم ونبدا اول مره نشوف هذا الشكل نتاع المقروط حاجه جديده مليح خاصه في الافراح في العراس لازم نوعو حوليك ندير اللوز لداخل نحطو اللوز نديرو دي بولات ونحطو المغرفه ونديرو لهم هكا الديسان لي كوتي هذا هي نخلي كيما لا شاف تكمل اكيد نتوما اللي راكم تشاهدوا فينا فهمتوا الطريقه ومازال شاف باش يزيد يكملهم نروحوا للطبق الرئيسي اللي هو ليكاي نقليوهم في المارغارين نتاعنا مارغارين العزيز الغاليه حتى باش نتفاداو الزيوتات بزاف حاولوا تستعملوا المارغارين سول اللي هي مارغارين خفيفه وهذه غير مهدرجه اول مارغارين في الجزائر فوالا اول حاجه نديروها ناخذوا البصل انا استعملت شاف الخل خاصه كي نغسلوا البولي ولا ليكاي حاولوا نغسلوه شويه الملح ونزيدوا الخل نتاعنا الخل السفره اللي خدم علينا درنا مجموعه تاع اذواق نتاع الخل نتاعنا كاين العنب كاين تشينا وكاين السيترون دونك كي تغسلوا ليكاي تحطوا شويه الخل السفره باش ينضافوا مليح بيان سور نعرفوا ليكاي عندهم ريحه ديجا مع البولي عنده من اودر شويه سبيسيال نقيوهم نحطو شويه الخل عندي اون اوتخ استوس لا تسمحي شيف لزيقه دابين على بالنا انتم اللي شيف ديما تعطيونا هكا دي سوا كان بولي ولا كان ليكاي ولا لا فيوند بلونش نشدو الرايب ابون رايب نحطو لداخل فوالا نحطو لداخل نمسحو بيان ليكاي ولا الدجاج البولي تاعنا نمسحو بيان بالرايب ونبيتو في الفريجيدار بوندون 24 اور عباك لا كولور تاع الرايب راح تولي كحله شوفي واحد الكولور يمص كامل يمص كامل الدجاج كي يطيب يطيب بنين ويطيب ثاني في الريحه تاعو كاع تروح برافو بعد نشلوها بيان سور بالخل هذه مليحه وحاجه مهمه بزاف دونك نحطوا الرايب وانا نحط لك شويه في المقله شويه مارغارين مارغارين تاعنا سول باش نقليو ليكاي كيما شفتوها خفيفه تذوب تمتم وكي نحيو البصل نحطو لا لا نقليو البصل مع ليكاي دوك غير يذوب شويه نبداو نخليك شاف قلي البصل كي تقلى البصل حط ليكاي نتاعنا نمشيو نصر الدين وين لحقوا لي بولات نتاع المغرفه حان بداو الزيت باش نبداو نقليو المقروط نقليو المقروط ماشي ما يطيبش في الفور شاف لا لا تاع الفور ينورط الرسات راسات مشي هذه اخت لطيقه كملنا نبداو نقليو في المقروط عندك المقله شاف نقلي في طنجره تكون قديمه ولا حاجه تاع نحاس ولا حاجه ثقيله القليان لازم هذه هي لازم حاجه غارقه على خاطر كي نقليو المقروط باش يكون اللون تاعو مليح لازم يتغطى بالزيت وهكا تحضرني على الفرن تاعي باش ما نمسحوش بزاف
يعطيك الصحة. عيب داخلي مالا شاف. عطيني شوية تاع السمن. حنا توجور الزيت نديرو لها غير قطع السمن. كما قلنا في كل مرة حاجة اللي لازم تقلى في الزيت زيدوا مغرفة سمن. سمن يما اللي راح يزيد يعطيكم البنة خير ما يتقلى أي حاجة تقلى هكاك في الزيت وحدها. هاك شاف. خليو الزيت سخون بيان أختي لزيقة. أه المقروط لازم الزيت فريمون تكون تغلي. كي تسخون مليح نسي بتيت بول تاع المقروط تاعنا. نسيبها كومان سياج الى زيتها دافيه والى زيتها سخونه. دوك نوري لكم اللون تاعو كيفاش لازم يكون. لازم يكون عسلي دوري دوري ماشي ابيض وماشي محروق. بالك تحرقوا شفاف؟ لا 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 اوكي على خاطر عندنا باش نمدوا للجيران يضحكوا علينا. لا 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 امين الصوت تاعي تقلى شويه مازال ما درت والو ما درت لي زيبيس كامل دوك ندخل لي كاي تاوعي ما نديرو حتى حاجه لي زيبيس مازال ما درنا والو في الاخر هنا نقليوهم مليح لي كاي مع البصل. بعد وقتاش نديرو لي زيبيس شاف كي قريب يطيبو ولا نقدروا دركا دوك شنو نبدا ندير لي زيبيس. اولا عندي الثوم هنايا الثوم كيما راهي حبات حبات نرميوهم والا. حبات شويه ملح وفلفل كحل اكيد ملح فلفل كحل. وهنايا ايضا عندي الكركم خيرت ندير الكركم وندير ايضا راس الحانوت راس الحانوت راس الحانوت هنا الكركم على بالك ننصح بزاف ناس يكونسوميوه باسكو صحي طبيعي بيان الكركم صحيا مليح. درك نديرو شويه تاع ليزيبيس كما قلت لك راس الحانوت الكركم كركم عندنا فلفل كحل والملح دو بريفيرونس حتى نقلي ونمرقو من بعد فوالا بيان سور نمرقو بالماء نخليوهم يتقلاو ندير الملح بهذا الشكل نزيدو نحطو لهم شويه ملح. انا هنا ما بقاليش بزاف اخت رزيقه شوفي واش قعد لنا واش قعد لنا يتقلاو شويه راح ندير معاهم لا كريم فريش كان تعطيها لي ونزيد ندير معاهم الزبيب زيد حطي زبيب قدامي لا كريم فريش داخل دوكا معاهم فوالا لا كريم فريش واش تقعد لي فادي الماء نمرقوا شويه بالماء ونغطيو ونغطيهم حتى يطيبوا خلاص هاو ساهل فوالا قلت لك اكونبانيومون تاعو راح يكون باش الي نوي فوالا وي لينوي نتاعنا نخير هادوما تاع الدجاج حاجه اللي فيهم مليحه زيرو ماتيير غراس ما عندهم حتى ماتيير غراس هما بزاف بزاف خفاف وتحطوهم مع اي حاجه مع اللحم مع الدجاج وشربه تحطوهم داخل صوص تاع الشربه وتقدروا تحطوهم يطيبوهم مع صوص بلانش ولا صوص روج وتلقاو داخل كل ساشي ابتي ساشي داخل تاع لي زيبيس هو اللي راح يزيد يعطي لكم البنه خاصة في شهر رمضان ولا حبيتوا حاجة بنينة وخفيفة تاع تمتم ما عليكم غير على النوي أرامن واليوم باش يستعملهم شاف نحل كان ساشي نحلو تاع دجاج على خاطر عندنا ليكاي وهنا أخت رزيقة ندير زبيب دوك ليكاي مرقة حلوة وملحة شكري صالي تقدري تقولي فوالا برك هاتيك ندير الماء ما نمرقوش بزاف هي تجي صوص خاثرة شوية شاف فوالا هاي ليك دوك قسمة تشرب شوية برك لا صوص ونغطيو على التنجران تاعنا نغطيو التنجران طيب بالعقل شحال باش تطيب هكاك شاف هنا حوالي نص ساعة نص ساعة لو طو يطيبو حتى 40 دقيقة ليكاي 30 حتى 40 دقيقة تو ديبون حطوا الكاسرونة مالا نديرو لي نوي نتاعنا هما ما يسحقوش بزاف طياب انا نروح نولي المقروض ناني وري يلحق ايوا وين الحق المقروط شاف؟ نسيو حبة هذيك اللي قلنا نديروها في الزيت راهي طيب ابتي فو الزيت نقص على النار الزيت سخنت باش المقروط يطيب من الداخل اخت رزيقة اه جامي نطيبوا المقروط والنار قاوية على خاطر يطيب لنا من الفوق والداخل هذا يقيم دار كثير يعطيك الصحة فهمت نبداو ما نقليو شاف نعم الزيت نتاعنا خلاص ونبداو نرميو في المقروطات هذا ينزيدوا له لاتاي في السهره نزيدوا لاتاي ولا عندي حاجه واحده اخرى ثاني ندير لاتاي وعندي لو سيغو سيغو نتاعي اليوم مع المقروط واش رايكم سيترون وي نخير لو سيترون لو سيغو نتاعي اللي هو سيغو السفرة اللي عندنا كامل الاذواق عندنا سيترون عندنا النعناع عندنا فخيز وعندنا غرنادين لو سيرو هذايا ماشي بزاف حلو كيما موالفين نشريو لي سيرو هذايا ناقص شويه حتى الناس اللي ما يحبوش بزاف السكر يقدروا يشربوه خاصه بالماء بارد ولي كلاصون وتحطوا فوق طاوله الفطور
لانه انت انا طابو طابو سي بون خلاص نحط لهم من الاخر هادو ما لي بيتي ساشي اللي تلقاوهم الداخل تلقاو لي زيبيس فوالا وما تسحقوش ديروا لهم حتى حاجه لا فلفل كحل لا ملح غيان تلقاو كلش غير هاد لي ساشي برك هاد الساشي لي بيتي ساشي هوب سي بون خلطوهم شويه نعطي لك طبسي وين تنحيهم وهذا تاع المقروط يعطيك الصحه دونك خلي هذاك بالعقل نشوفوا الطريقه كيفاش ننفضوه بيان اخت لزيقه وندخلوه في العسل على بالك من المقروط تاعنا يتعسل زوج مرات مره من المقله العسل ومن بعد الدوزيام كي يجوك الضياف ولا يجوك الجيران زيدوا تعسلوه زيدوا نعسلوهم مره واحده اخرى المره الثانيه ننفضوه يتعسل مرتين وكي نحيو المقروط سخون لازم العسل يكون بارد بارك الله فيك حفظت الدرس تاعي هذا الدرس اللي انت قلتها لي شاف نخليه يشرب مليح وعندنا اكيد باش نزينو في الاخر عندنا بيستاش هذا يا شيف بيستاش وجوز ان شاء الله بيستاش وجوز البندق اللي يحب يزيد البينيون انا عمه احنا في تونس لا تايب البندق شرطها تايب البندق شحال مليحه سورتو في سيدي بوسعيد ما نحكي لكش وكي تخبيهم يجيكم ضياف على يومين ولا على ثلاث ايام تزيدوا تعسلوهم مره واحده اخرى المقروط يشد ما يفسدش الشيف يقدر يقعد مده طويله ما يفسدش كي يكون هكذا بصح كاين بعض الطرق تاع يزيدوا لهم كيما البيض كيما لازم البيض في المقروط كاين ها كاين يدير البيض الاخت لزيقه هذا نقدر نغطيوه نجوزو يا مات تاع رمضان نعم باه شيف لاصوص لازم تجي خاطره ولا تجي شويه ليكيد ماهيش خاطره بزاف وماهيش ليكيد بزاف باسكو حنستقيو حنستعملها حنستعمل لي نوي الوغ نسحق شويه لاصوص دونك نخليو لاصوص نحطوهم في ليكاي تاعنا وشويه لاصوص نديروها في لي نوي في لي نوي تاعنا اللي يحب ياكلهم بلا لاصوص يقدر بلي شويه لاصوص يعطيكم الصحه لي شيف فرحتونا في هذه الحلقه لونطخين تاعنا حاضره وطبق رئيسي او حضر مازالوا غير شويه دي توش هكا الخرانيين كي العاده باش نحطوهم نروح نشوفوا شاف وين الحق في المقروط تاعو كملتو خلاص عطينا جوست هذو ما خليهم هذوك هادو بعد تشوفوا اللمسه تاعهم كيفاش نديكوريوهم بعد في الاخر نشوفوا هادو كيفاش راح نزيدو بارك الله نعسلوهم ونحطوهم نفس الطريقه كيما هادوما عندنا هنايا مع الاخر جوست شويه لا ديكوراسيون تاعهم كاين توش واش رايك امين في المقروط الله يبارك ما شاء الله عليه وانت شاف واش رايك في الطبق نتاع امين بكم انتم يعطيكم صحة ميرسي كي العادة عليك المقروط فوالا ديما تفرحونا في الاطباق نتاعكم طيلة هذا الشهر رمضان كل حلقة تكون حاجة سبيسيال وحاجة جديدة ميرسي وانا نقول لكم قبل الاذان مازال شوفوا الكوزينة راهي كارثة نتلموا عليها وبعد نقول لكم انا والشيفان نتاعي صحة رمضانكم وصحة الفضل نون الم الذي تدولتي ديسدون ان شاء الله في حلقة اخرى حلقة جديدة من كوزينتنا هكا صبحوا على خير باي